لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا لنصرة دينه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. كم رمضان أدركنا، صمنا وقمنا وتلونا القرآن وحرصنا على السنة وتهجدنا، ومنا من اعتكف وبذلنا من أموالنا، لكن سرعان ما ننتكس، سرعان ما نرجع لسيرتنا قبل رمضان. والأغلب العام يدخل رمضان كعادة أو كعرف أو كتقليد، أداء روتيني خالي من المضمون. لذلك نشتكي أننا لا نجد أثرا ولا تأثيرا ولا تغييرا حدث، وفي كل مرة نرجع لما كنا عليه. ما السبيل لنرتقي لمستوى مدرسة رمضان؟ ما السبيل لتحقيق رمضان مميز بطعم جديد، بروح جديدة، بمفهوم جديد نصل به إلى الغاية من فرضه علينا، لنسمو ونرتقي بأنفسنا، بأسرنا، بمجتمعاتنا، بجيراننا، بوطننا؟ لا شك رمضان هذه المرة يأتينا في ظروف صعبة جدا جدا، التحديات والمخاطر، الضغوط، الأزمات، الغلاء، الأمراض، الأسقام، كورونا وما أدراكم ما كورونا. لا شك نحتاج لمخرج آمن كي نسمو ونرتقي. أرى أن رمضان فرصة عظيمة جدا جدا للارتقاء، لكن بمجرد الأداء الروتيني لا، نريد هذه المرة أن نؤدي رمضان مميز فعلا بطعم جديد وبروح جديدة، استشعارا للمسؤولية، حرصا على أنفسنا كي نسمو ونرتقي ونتغير، لنحقق الإصلاح والتغيير، لنؤدي مثالا آسرا لمن حولينا، لأنها فرصة عظيمة جدا. لأن رمضان كما يقولون أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية تزكوية، بمعنى رمضان بالإمكان أن يؤدي عملية تزكوية ناجحة تسمو بالإنسان ليصل إلى قمة المثالية المرجوة من خلال هذا الدين، عقيدة وشريعة. وعليه ما السبيل لذلك؟ أولا الذي نطالب به أنفسنا جميعا هو تعظيم رمضان، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السلف يقولون أن تعظيم الشعائر يؤدي إلى معاني كثيرة مهمة جدا، قد تؤدي إلى الوصول للغاية بفضل الله تبارك وتعالى، لأن من عظم شيء استعد له وتأهب له وقام باغتنامه وعمل فيه بالحيطة والحذر حتى لا يفوت فيه شيء ليخرج بتمام الفائدة والمصلحة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى نعظم رمضان نريد أن نقف وقفة ثم نعود لحديثنا، وقفة مهمة جدا. قالوا من أعظم ما يؤدي إلى تعظيم رمضان أن تعلم أولا لماذا خلقنا المولى عز وجل. المولى خلقنا لعبادتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجميع متفق على هذا المعنى. ومن أجل ذلك سخر لنا ما في كونه، أسبغ علينا النعم الظاهر والباطن، أخدمنا حتى ملائكته الكرام، وماذا أيضا، امتن علينا بالمنهج بالقرآن، ثم امتن علينا بالمثال الأسوة القدوة صلى الله عليه وسلم حتى لا نختلف، لأننا عرب وعجم، لغات ولهجات وعادات وعراف وتقاليد وطباع وخصال، ناس يختلفون، فجمعنا على هذا المثال عليه الصلاة والسلام، ثم بيّن لنا طبيعة الطريق إليه سبحانه وتعالى. خلي بالكم الطريق مش سهل، مش مفروش بالورود، لابد أنك ستبتلى، تمتحن، تختبر، وفي عراقيل وفي عقبات وفي فتن وفي أزمات وفي شياطين إنس وشياطين جن، بل أخبرنا أن الشياطين تتربص بنا
يأتي عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف ليزين ليمني ليشهي ليوسوس إلى آخره. والمشكلة الكبرى أنه يرانا ونحن لا نراه، كما في قوله تعالى أنه يراكم هو قبيله الآيات. ثم بيّن تبارك وتعالى أننا سنعيش في الدنيا فترة محدودة فقط لا يعلمه إلا الله، كلنا لا يدري متى ولا أين ولا كيف سيقبض. ثم بيّن تبارك وتعالى أننا حينما نقبض إلى القبر روضة من رياض الجنة وحفر من حفر النيران، ثم بعد ذلك الحشر، البعث، الحشر، العرض، الحساب، جهنم، صراط، جنة، نار إلى آخره. لذلك العلماء يقولون سبحان الله كل هذا لماذا؟ لتحقيق العبودية؟ لا، الله ما انت لسه قايله. قيل لا، العبودية أصل التي خلقنا من أجلها إنما لتحقيق تقوى الله عز وجل. طيب دي مسألة تحتاج إلى تفكيك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت ذكرت كل ما ذكرت لتيسيرا علينا لتحقيق العبودية، كلام صحيح 100%، لكن انظروا لماذا العبودية. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه العبودية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قيل أي أن الغاية العظمى والهدف الأسمى والأسنى من خلقنا للعبودية وتيسير ما أشرنا إليه لنا إنما لنحقق تقوى الله عز وجل. إذن القضية هنا إلى أن ترمز خلقنا لعبادته، سخرنا ما في كونه، أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، أخدمنا ملائكته، كرمنا بالمنهج يعني القرآن، كرمنا بالمثال على الصلاة والسلام، بيّن طبيعة الطريق وحقيقة الابتلاء والاختبار والامتحان والفتن وإلى آخره، والمدة التي سنحيا وأننا سنقبض، كل هذا لماذا؟ حتى نحقق تقوى التي هو غنية عنا وعنها، وهي في الأصل تعود علينا نحن. لذلك قالوا سبحان الله العظيم كل هذا من أجل أن نحقق التقوى. إي والله نعم. ولما كانت التكاليف الواجبات والحقوق كلها يصب في هذه الغاية، يعني كل الواجبات وكل الحقوق، لو قلنا مثلا عقائد، عبادات، معاملات، أخلاقيات، سلوكيات، أحكام، حدود، اللي هي الأصول الخمسة، كلها وتوابعها تصب في حقيقة التقوى، توصل إلى التقوى. بس الحمل كبير وإحنا في حالة إنهاك وإرهاق وضغوط وأزمات وظروف وديون وهموم وأحزان، فرحمة بنا افترض علينا رمضان ليكون دورة تدريبية مكثفة لنصل بها للغاية من أقصر الطرق. كأني بالمعنى، تعالوا يا عباد الله، ها هي الغاية العظمى التي من أجلها خلقناكم لعبادتنا المولى عز وجل، انظروا تدخلون عليها من أقصر طرقها في شهر واحد في الحول في السنة، تتذوقون فيه طعم التقوى، تقتربون به من مثالية التقوى، تكونون فيه على مقربة أن تتخرجوا بها. سبحان الله العظيم، شهر ممكن يكون 29 يوم، ممكن يتم 30 يوم، لو إحنا أديناه الأداء المتميز لا شك سنخرج من نهايته بتقوى الله التي هي الغاية الأسنى والأسنى والأعظم. إذن قال بعض السلف لو أننا قدرنا رمضان حق قدره وعظمناه حق تعظيمه، نوصل من أقصر الطرق للغاية اللي ربنا من أجلها خلقنا أصلا، لا كان هذا أدعى للاهتمام به، وبالتالي يؤدي إلى الاستعداد المبكر والتأهيل المبكر. لذلك العلماء يقولون إيش؟ من أعظم أسباب اغتنام الفرص والظفر بها والنجاح فيها التأهيل المبكر قبل الدخول فيها، وهذا منهج نبوي يا أخواتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، أكيد كلكم حافظينه، ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات ألا فتعرضوا لها. يعني إيه فتعرضوا لها؟ استعدوا لها، أهبوا أنفسكم لنيلها بما يليق بها. لماذا يا رسول الله؟ عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. بعض السلف يقول لو وفق أحدكم لنيل التقوى في رمضان لن يشقى بعدها أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة. عشان كده بنقوله دلوقتي بدري، محتاجين للتأهيل المبكر،
وإن كنا متأخرين على فكرة كتير جدا. السلف كانوا قبل رمضان بكام؟ 6 أشهر، اللهم بلغنا رمضان، وبعد ما يخلصوا 6 أشهر تانية يدعوا اللهم تقبل منا رمضان. ليه؟ لأنهم عرفوا قيمة رمضان فعظموه، فكان لهم بمثابة محطة الوقود التي يتزودون منها للوصول لأسمى صورة وأمثل صورة يبغيها المؤمن في سير الله عز وجل. ومن أجل ذلك نقول ما أحوجنا إلى أن نقف وقفات مهمة جدا، من شأنها أن تؤدي إلى تأهيل أنفسنا التأهيل الجيد لنغتنم رمضان، لنظفر برمضان مميز بطعم جديد بروح جديدة بأثر محمود بإذن الله تبارك وتعالى. أول شيء أن احنا نعرف التقوى، حاجة مهمة جدا. أنت قلت ربنا خلقنا للعبادة وسخر وأنزل المنهج وأنزل المثال وبين طبيعة الطريق وحقيقة الصراع والشياطين والمدة ثم الموت البعث الحشر العرض، كل هذا من أجل أن نحقق التقوى. كثير مننا الكلمة بتمر عليه مرور الكرام، لو وقفنا معها ونظرنا في أحوالنا كأفراد وأسر ومجتمعات وأوطان والذي لا إله غيره لكان كفيلا وجديرا أن نرتقي من الحديث إلى القمة. لو قلنا مثلا بس عشان ما نطولش، لأن معاني التأهيل معانا كتير رح نتكلم فيه حتى يأتي الشيخ ياسر إن شاء الله، هقول لكم بس بسرعة من خلال القرآن فقط عن ثمرتها في الدنيا والآخرة، بس عشان نشوفوا احنا قد ايه فرطنا في رمضانات كثيرة جدا جدا جدا. يبقى عشان كده المرة الجاية نؤدي رمضان مميز. لو لم يكن في التقوى إلا أن الله يحبنا والله يحب المتقين، لو لم يكن في التقوى إلا أن الله يكون معنا، المعية الخاصة مش العامة، احنا عندنا المعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، هو معكم أينما كنتم، هذه مع الكل بسمعه وبصره وإحاطته. طيب الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المتقين، قيل معية حفظ ورعاية ونصرة وتوفيق. طيب إن لم يكن إلا أننا بالتقوى ندخل في ولايته الخاصة، والله ولي المتقين، يعني حضرتك تخش في ولايته المولى الخاصة، فمن عاد لي وليا، ما حد يقدر عليك أصلا، تدخلين في حصن الحصين. طيب إن لم يكن إلا أن التقوى من أعظم أسباب النجاة من مكر وكيد الباطل وحيله وخداعه وأساليبه. أما نحفظ جميعا وإن تصبروا وتتقوا إيش؟ لا يضركم كيدهم شيئا. وفي قوله تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يبقى إذن يحبنا، يكون معنا المعية الخاصة، يتولانا، ينجينا. إيه تاني؟ بص بقى للنفع العاجل، الحاجات اللي بتحرك وتدغدغ العواطف والأحاسيس والمشاعر، تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طيب إيه تاني؟ تفريج الكروبات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إيه تاني؟ ما أروع هذا المعنى، استمطار البركة. كلنا يشتكي من قلة البركة في الصحة، في الزوج، في الأولاد، في المرتب، في الطاعات والقربات. وربنا يقول في القرآن إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هذه ثمار عظيمة جدا جدا. يوجد أعظم؟ يوجد كمان أعظم. انتبهوا، اللي شغلك حضرتك يا أم الأولاد؟ اللي شغلك مستقبل الأولاد، مستقبل الذرية، فكر فيه كويس. الفتن والظروف والضغوط والأزمات والوضع، كيف أؤمن مستقبل أولادي؟ بماذا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وزي يقولوا في المثل، التقوى تنفع الذرية، وكما في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، بصلاح يعني بتقوى حفظت الذرية وحفظ لها المال. ثم ماذا أعظم ثمرة للتقوى في الدنيا محتاج لها في ظروفنا الصعبة دي؟ اسمعوا، البصيرة، النور الذي نبصر به الطريق، نميز به بين الحق والباطل، بين الأبيض والأسود، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة. لأن في طروحات وفي مناهج وفي أفكار وفي حرب شرسة على الساحة موجودة. طيب أنا كيف أقرأ الحدث وكيف أميز وكيف أرتب الأولويات؟ قيل بالتقوى. قال الله تعالى
مخاطبا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إيش؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي إن اتقيتم الله عز وجل ستعطون الفرقان الذي تفرقون به بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الأبيض والأسود. يبقى عندنا حاجة بنميز بيها، بنكشف بيها على الطريق الذي نسير إليه. كل ده في الدنيا ماشي. طيب لما نيجي نبص بقى على ثمرتها في الآخرة، والله الواحد يتحسر ان احنا ضيعنا رمضانات كتير جدا جدا ولم نخرج بتقوى الله عز وجل. هذا خلل عندنا، عدم تعظيم وتقدير لهذا الشهر العظيم المبارك. لو لم يكن إلا أن نسمع في قوله تعالى والآخرة عند ربك للمتقين، قالوا من أول الآخرة إزاي؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فوق مين؟ فوق الكل. اسمعي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اسمعي، إن المتقين في مقام أمين، أي عند الله عز وجل. وماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك الكل سيمر من على النار قولا واحدا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا بس، ونظر الظالمين فيها جثيا. مشهد في الحقيقة يعني يحتاج إلى وقفة ونظر وتأمل، لن ينجو أحد إلا هم. هذا المشهد صور كأننا نراه في القرآن. معلش هنوقف عنده شويه بس انه مهم جدا عشان تعرف قيمه التقوى فعلا، وكم قصرنا في رمضان كثيره. مشهد البعث والحشر، في مشهد في يوم كان مقداره 50,000 سنه، الشمس تدنو من الرؤوس مقداره ميل، زي ميل المكحله، ده تفسير اهل العلم. والناس في العرق على قدر اعمالهم، منهم من يكون العرق الى كعبيه، العظمه اللي في الرجل من تحت خالص عظمه الكعب، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع. هتقولي إزاي؟ طيب الناس فاكرين انتوا قاعدة الأشباه والنظائر، اللي للكعبين مع بعض والركبتين مع بعض واللي للنص مع بعض واللي يكاد يغرق، خلاص العرق وصل إلى فيه يكاد يغرق. مشهد رهيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب يؤتى بجهنم، يوضع عليها الصراط، أحد من الشعر، أحد من السيف. انتبهي أختي لتعرفي قدر رمضان، تأملي. ثم يبدأ الناس المرور على قدر أعماله، كل أهل التقى هياخدوا نور معاهم، نور يضربوا الكشاف كده، الصراط أحد من الشعر، أحد من السيف، لكن يمرون عليه منهم كالبرق، منهم كالريح، منهم 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 إلى آخره. أناس ينتظرون في هلع وفزع وجزع وقلق، أصحاب النور بدأوا يعني إيش ينطلقون على الصراط وهم ليس معهم نور، وكانوا بنور من بجوارهم من أهل التقى يرون حدة الصراط، حاجة صعبة جدا. فلما رأوا أن الناس أوشكوا أن ينتهوا وهم ليس معهم نور، الله يقول وإذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا إيه انظرونا نقتبس من نوركم. يا جماعة استنونا عشان نمشي على النور بتاعكم على الصراط، احنا مش شايفين حاجة اصلا، ظلمة حالكة. انظرونا نقتبس من نوركم. عارفة العلماء بيقولوا ايه على تفسير باقي الآية؟ اعظم انواع التوبيخ والتبكيت والتأنيب والتعذيب النفسي في هذه اللحظة. قال لك وهم ماشيين معاهم نور وماشيين ماشيين بثقة، يقولوا ماشي على الحبل وعنده ثقة في نفسه. تخيلوا بتوع السيرك اللي بيجيبوهم دول. لا بص بقى أهل الإيمان أهل التقى، وهو ماشي على الصراط اللي حد من شر حد من السيف بس معاه النور بتاعه، لما يسمع صيحات أهل النفاق يلتفت لهم، يقول إيش؟ انظروا وراكم، ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا. عارفين يعني إيه؟ لو أنتم مش فاهمين، النور مش من هنا، النور من هناك من الدنيا. لو تقدروا حضراتكم ترجعوا للدنيا تجيبوا نور اتفضلوا ارجعوا، لكن هيهات 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 هيهات. التقوى تعطي نور لصاحبها في الدنيا وفي الآخرة عند المرور من على الصراط. الله أكبر. طيب بعد كده هيروحوا فين؟ عدوا الصراط. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وفتحت أبوابها
وقال لهم خزانتها إلى آخر الآيات. طيب هيخشوا جوه، قال لك أول ما بيخشوا بيحصل انبهار، انبهار بما رأوا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت قبل ذلك ولا خطر على قلب بشر، تخيلي. فينادون أنتم منبهرين، وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يا الله خش بقى اللي وراها على طول. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، إلى آخر الآيات، حتى تأتي الخاتمة الحسنى التي هي أعظم من الحسنى من الجنة، حيث يقول المولى عز وجل: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قيل للنظر لنور وجهه سبحانه وتعالى. أرأيت أختي المسلمة كيف فرطنا في الحصول على التقوى في رمضانات كثيرة؟ رمضان ما فرض علينا إلا من أجل ذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحققون التقوى في أمثل صورها. لذلك نقول لو قدرنا الغاية التي من أجلها فرض رمضان لكانت من أعظم أسباب الاهتمام والتعظيم لرمضان والتأهيل المبكر لرمضان. هنقول بقى دلوقتي بعد ما سمعنا الثمرات دي بسرعة، هنقول والله الواجب علينا احنا نستعد كويس، نؤهل انفسنا كويس في عملية تصفية وتخلية وتحلية ضرورية، اللي هي ايه؟ اللي هي المبادرة بتوبة صادقة ونصوح. يعني يا اخواتي محتاجين توبة صادقة ونصوح نستقبل بها رمضان، عشان نستقبل رمضان بصفحة بيضاء نقية ليس فيها شيء يعكر علينا ويعرقلنا أو يعطلنا. سنستفيد استفادة عظمى بإذن الله تبارك وتعالى. ليه بنقول كده يا أخواتي؟ لأن احنا بلا مبالغة الذنوب أنهكتنا، أضعفتنا، أرهقتنا، حطتنا في مواقف صعبة جدا، مذلة وانكسار وهوان وأمراض وأسقام وكورونا وما شبه ذلك وأزمات وغلاء، كل هذا بسبب صنع أيدينا. قل هو من عند أنفسكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. إذن التوبة تخلصنا من هذا العبء الكبير، التوبة يعني ترتقي وتسمو بنا بعون الله وتوفيقه، لأن الله يقول بإمكان العبد أن يبدل تلك السيئات التي أراد أن يتوب منها إلى حسنات. يعني مش هتوب بس تنحنك بس، لا، تبدل ويبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ التوبة تجب ما قبلها، تمسحه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبعدين احنا يعني فاهمين موضوع التوبة غلط. كتير من الأخوة والأخوات تقول له توب يا الله، ولا كنت شايفني أنا بعمل إيه يعني؟ أنا أحسن من غيرنا كتير. لا، التوبة تلزمنا سواء أذنبنا أم لم نذنب أصلا، لأنها عبودية لله عز وجل، اعتراف بالتقصير في حق الله عز وجل، في حق نبيه، في حق أنفسنا، وفي حق من لهم علينا حقوق. ولذلك المولى عز وجل يقول ايش؟ لمن هم افضل منا جميعا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه الكرام: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شوفوا بقى المعصوم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ان وجد اصلا، تخيلوا كان بيقول ايه؟ كان يصعد المنبر: ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فوالذي نفسي بيده اني لا اتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة، في روايه، في روايه اكثر من 100 مرة. بل العجيب جدا اخواتي في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بيقول ايه؟ ان كنا، اي الصحابه، لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد، عارفين يعني ايه؟ وبعدين جنبه كده وميلين بودانهم كده يسمعوه بيقول ايه بصوت واطي، بيركزوا معاه: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد، في القعدة الواحدة بس، 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. أمال أنا وأنت مقصرين ليه؟ نخشى من الغرور والعجب والركون لبعض الطاعات الظاهرة التي نؤديها، هذا خطر عظيم جدا. ولذلك المولى عز وجل غني عنا وعن توبتنا، ومع ذلك شوفي بقى الحتة الجميلة دي، يعرضها علينا باستمرار بعد أن أمرنا بها. الآيات بتقول الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه توجيه واضح جدا، والمولى عز وجل يعرضها بطريقة في الحقيقة تحتاج إلى حسن أدب منا مع الله. اسمع الحديث:
إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. عارفين يعني الحديث؟ طول النهار في احتكاك ونزول وخروج وتعامل ومقابلات وبيع وشراء ويعني حوارات وما شابه ذلك، فتقع نظرات وغدرات وحركات وذنوب ومعاصي، فالله عز وجل رحمة بنا آخر النهار قبل ما يطوى اليوم ويجي يشاهد علينا يوم القيامة ويقول يا جماعة رأيكم توبوا من اللي هببتوه طول اليوم ده، من اللي عملتوه طول اليوم ده، توبوا إلى الله عز وجل. طيب ويبسط يده بالنهار بعد طلوع الفجر ليتوب من؟ مسيء الليل. طب ده احنا نايمين، انت اللي نايمه بس، غيرك ما بينامش، خفيفيش الظلام، سهرانه على معصيه الله، على 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 الى اخر دي المعنى. وبرضه بيعرض عليها ان يا جماعه رايكم بعد اللي عملتوه كله ده في الليل، توبوا توبوا ليا. شوف شوف الدعوه والتكرار، ينزل اذا كان ثلث الليل الاخر نزولا يليق بجلاله، يقول ايه؟ هل من تاب؟ هل من مستغفر؟ الى اخر الاثار. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك ربنا ذكر لنا حاجه عجيبه جدا في الموضوع ده، الحاحوا في عرض التوبة على حتى من زعموا له الصحيبة والولد. المجرمين ايام دول زعموا له الصحيبة والولد، ربنا بيقول لهم ايه بعد ما ذكر حالهم وكذبهم وبين عورهم؟ افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. جماعة دول منهم يتوبوش، شوف بيعملوا ايه، ومع ذلك تعرض عليهم التوبة. يا سبحان الله، فعلا تواب غافر غفور غفار رحمن رحيم عفو كريم سبحانه وتعالى. تخيلي، ومع ذلك انظر إلى هذا الطرح العجيب، ربنا بيقول لنا خلي بالكم، مش أنا بدعوكم للتوبة، في ناس تانيين بيدعوكم للاستمرارية على اللي أنتوا عليه عشان ما تتوبوش، عشان يضعوا عليكم الفرصة عشان تستمروا على نفس الحال والمنوال. اسمع القرآن، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. دول لنا يعني ان شاء الله لو جت فرصه هنحذر منهم، عشان دول قطاع طرق عشان ما يضيعوش علينا رمضان زي كل مره هنتكلم فيها في الاخر. اذا الله عز وجل يدعونا للتوبه. طيب ولو ما تبناش؟ اسمع القران، فمن لم يتب فاولئك هم الظالمون. عارفين تفسيرها ايه؟ ابن عباس بيقول فمن لم يتب صباحا ومساء فهو ظالم. ظالم لمين؟ ظالم لنفسه، ظالم لأسرته، ظالم لأرحامه، ظالم لجيرانه، ظالم لمجتمعه، ظالم لوطنه، لأن بذنوبه ومعاصيه بيشوه الصورة وبيتسبب في نزول البلاء والوباء و و و إلى آخره. إذا هذا عرض واضح جدا في القرآن وفي السنة وفي أقوال السلف. إذا ما الذي بقي؟ لازم نبادر بتوبة صدق ونصوح. طيب التوبة صدق ونصوح، بس الوقت طبعا ما يسعش، هقول لكم شروطها بسرعة كده. أول شرط الإخلاص. هو في حد عم الشيخ بيتوب لغير الله؟ كتير كتير يا أخوات. في ناس بتتوب عشان المدح والثناء، في ناس بتتوب عشان تذكر، في ناس بتتوب عشان تتجوز، في ناس بتتوب عشان توظف، في ناس بتتوب عشان عاجزة عن الذنب، كانت بتعمل بلاوي وبعدين ما لقيتهاش. الدخان مثلا، الخمر مثلا، الأشياء الفواحش التانية مثلا، وما عرفش يوصلها وما لهاش أو حيلة بينه وبينها، يقول توبت توبة عاجز. لا، التوبة بإخلاص لابد أن تكون خالصا له وعن قدرة والأسباب متوفرة، لكن أنا لخوفي من الله تبت إلى الله، وتوبوا إلى الله مش لحاجة تانية خالص. طيب الشرط الثاني مهم جدا جدا، إحنا نركز في الشروط دي بس هقولها بسرعة. الشرط الثاني الندم، الندم الشديد على ما اقترفت أنا في جنب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث التوبة الندم، يعني التوبة روح الندم. سيدنا علي بيقول ايه، بيفسر الحديث، الندم بالنسبة للتوبة كالرأس بالنسبة للجسد. هو ينفع جسد بدون رأس؟ كذلك التوبة بدون ندم ما تنفعش، ماشي. وبعدين عندنا أثر جميل جدا جدا بيقول ايه، رب ذنب أدخل صاحبه الجنة. الله، انا ما غلطتش صح ازاي؟ ما هو ذنب اتبع بتوبه صادقه مليئه بالندم الحقيقي تغير بعدها من الى فدخل الجنه. ان العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنه، نص الاثر. فقالوا وكيف ذلك؟ قال يكون نصب عينيه تائبا فارا الى الله عز وجل حتى يدخل به الجنه. ما ينط التحول في حياتنا بقى لما نبدا نتوب صح ان شاء الله تبارك وتعالى، هتكون
يعني مدخل عظيم لنا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب ثلاثة الإقلاع، ما ينفعش التسويف، الإقلاع يعني الفوري، ما ينفعش التراخي، لأن احنا الموت على شفا الأنفاس، النفس ممكن يخرج وما يرجعش أو يخش وما يطلعش، وده واقع ماشي. إذا الإقلاع إن كان ذنب تتركه فورا فورا، إن كان حق لآدمي تتحلل منه فورا فورا، ما تأجلش ما تسوفش ما ينفعش. لذلك العلماء يقولون الإقلاع الفوري، ما تقولش أنا هتوب من أول رمضان. طيب ممكن أوافقك لو أوافقك لو قلتي إن أنت عندك ضمان إن أنت هتوصلي لرمضان، قد يحال بينك وبين رمضان. طيب هتوب من يوم الجمعة، طيب هتوب بعد ما أتجوز، طيب هتوب ليه؟ ليه التسويف؟ ما في ناس بتموت قبل الجمعة وقبل ما تتجوز وقبل رمضان، مش كده؟ وبلحظات. إذا لابد أن نكثر من تمرير هذه المعاني على أنفسنا، توبة قبل يعني الإقلاع، قبل أن يأتي أو تأتي المنية. ماشي يا أخواتي. الشرط الرابع في منتهى الأهمية، قطع العلائق بأسباب الذنب مع عقد العزم على عدم العودة. يعني إيه الأسباب اللي وقعتك في الذنب؟ صحبة اضعيها، بيئة حاولي تطلعي منها، عمل حاولي تغيريه، أسلوب حاولي تتركيه، لأن الأسباب إذا وجدت بجوار من أراد التوبة جذبته مرة أخرى، والشيطان فقيه في الشر والحيل والخداع، وممكن تعيب. قطع العلاق خلاص مع عقد العزم على عدم العودة، أنا مش هرجع تاني خلاص، والأسباب اللي وصلت لكل ده هقطعها تماما، مش هتواصل معها تاني خلاص، الموضوع انتهى، أنا بدور على نفسي. ماشي. طيب في شروط تانية؟ في شروط تانية مهمة جدا. شرط جميل في نظري من الشروط الأساسية هو أن تتغيري بعد التوبة. مش معناه أن أنا أقول توبت إلى الله وحالي هو حالي، لا ما ينفعش. ماذا بعد التوبة؟ الله عز وجل يقول وإني لغفار، ها؟ لمن؟ قولوا معايا، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. العلماء يقولوا ده شرط أساسي في التوبة، إن هو تاب جدد إيمانه وبدأ يعمل الصالحات واهتدى للطريق المستقيم وقطع العلاق بأسباب الذنب. يبقى إذن أن تتبع التوبة بعمل صالح، ده من شروطها، اسمه كده اتباعها العمل الصالح. من شروطها أن لا يفوت وقتها، هو التوبة لها وقت مخصوص، فيها خاص وفي عام. أنت شخصيا لك وقت خاص تقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. عارفين ايه يغرغر؟ كلنا فاهمينها غلط، اللي هو في العين المركزة او اللي هو بيحتضر، لا مش كده، الموضوع اكبر من كده، موضوع كبير جدا. يغرغر قد تأتي بغتة وهو بيلعب كورة وهو ماشي في الطريق وهو بيأكل وهو بيشرب وهو بيبيع وهو بيشتري، خلاص اذا جاء جوم لا يستقبلون ساعة ولا يستقبلون. الغرغرة دي بتكون ساعة خروج روح بالضبط، امتى وفين وازاي محدش عارف. اذا هذا المعنى يتطلب المسارعة. طيب والوقت العام، وقت عجيب جدا وكلنا مذهولين عنه، تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من ايه؟ من مغربها. يا عم الشيخ ده لسه علامات الساعة، ده لما تبدأ مثلا يعني قبل ما تطلع الشمس من مغربها خلاص هنتوب. يقول لا، احنا فاهمين الموضوع ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان علامات الساعة الكبرى كحبات العقد، العقد بتاعك ده، العقد اللي بتلبسيه ده، لو اتقطع الخيط بتاعه وانفرط على الارض، شفت التتابع بين حبات العقد ازاي سريع؟ تلاقيها مالت المكان كده في ثواني، طرطشت كلها. هي دي علامة الساعة، لو بدت واحدة يحصل الذهول وعدم التركيز وبالتالي مفيش استجماع. اذا نبادر قبل فوات الوان. اخر حاجة بيقولوا عليها من شروط التوبة الصادقة والنصوح، ان تكون باللسان تبت الى الله استغفر الله الى اخره، ان تكون بالقلب من خلال الحب والاخلاص والخوف والرجاء واليقين والتوكل والانابه والاخبات الله عز وجل، وان تكون بالجوارح والاركان. ما ينفعش حضرتك تقولي تبت الى الله بلسانك ولو حتى قلتي بقلبك، وسيب جوارحك تتعاطى الذنوب والمعاصي، تنظر للمحرمات، تفعل المحرمات. يبقى ده لازم يكون في توافق ما بين القلب واللسان والجوارح والاركان كلها، توافق تام وكامل. إذن أعظم ما نؤهل به لاستقبال رمضان بعد تعظيم رمضان ومعرفة الغاية من فرض رمضان،
أن نتوب توبة صادقة ونصوح. ثلاثة، من أعظم المعاني أن نسلم القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم ونروح معاه ونشوفه كان برب أصحابه إزاي، ونشوف كانوا بيغتنوا رمضان إزاي، ونشوفه كان بيركز على إيه عليه الصلاة والسلام. في حاجات معينة كان بيركز عليها تركيز عالي جدا 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 أثمر التعظيم الله برمضان فعلا. أول حاجة كان بيطرق عليها كتير وهتلاحظوا أنتم معايا دلوقتي لما أقول الأدلة، الطرق على قضية الإيمان والاحتساب. مش كلكم حافظين من صام رمضان إيمانا ها واحتسابا؟ طيب ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، والرسول صلى الله عليه وسلم عايز إيه؟ قال لك إيمانا يعني إيمانا بالله الذي خلقنا لعبادته ولتحقيق تقواه، ماشي، وتعظيما لشرائعه، ذلك هو يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، انتبه، وتعظيما لشرائعه واحتسابا للأجر عنده. طب إيه المطلوب؟ إن حضرتك الصيام فرض طبعا، والقيام سنة ماشي، وليلة القدر برضو تحريها سنة. تخيلي الثلاثة دول لو أنت اتعودتي إن أنت تستصحب الإيمان والاحتساب في كل ليلة، الغرض إيه؟ قالوا هذه دورة تدريبية لأنفسنا، أنها قبل أن تتكلم أو تعمل أن تتذكر الإيمان والاحتساب. أنت بتعملي العمل ده ليه؟ بتقولي الكلام ده ليه؟ عايزة إيه؟ هدفك إيه؟ هي دي قضية الإيمان والاحتساب، إحنا بننساها كتير ونغفل عنها كتير. لذلك في رمضان في هذه الأجواء الجميلة النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا مع أول ليلة، إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، فتحت أبواب الجنة ولقت أبواب النيران، وينادي منادي أن يباغي الخير يقبل. إيه معنى الحديث ده؟ انتبهي، العدو الأول الذي كم عرقل وعطل وشغب ووسوس وفعل يعطل لا يصل إليك في رمضان، دي منحة عشان تنطلقي. اثنين، أعظم مشوق ومحرك القلوب إيه؟ حب الجنة، ولا في حاجة أعظم؟ مش كده، أعظم حاجة عندنا حب الجنة. طيب وأعظم مخوف؟ النجاة من النار، والنار مغلقة، فرصة أن أنت تعتق من النار. فهذه الأجواء مهيئة للطرق على قضية الإيمان والاحتساب حتى تصلي إلى تمام استحضار هذا المعنى. بعد رمضان ما تعمليش حاجة لا قول ولا فعل إلا لما تستحضري الإيمان والاحتساب. أضربها لكم بلطيفة شرعية موجودة. أسألكم سؤال الأول، لو حد فيكم صح النهاردة دلوقتي وجي على الدرس وما كانش يشرب ولا كل بعد الفجر، ينفع يصوم تطوع النهاردة؟ ينفع 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 إن شاء الله في النافلة، ينفع إن إحنا لو ما لقيناش كان يستيقظ يسأل عن طعام الشراب في الليل فقل إني صائم. مش خاصية للنبي ده، العلماء قالوا لينا كمان من باب إيه؟ إن إحنا يعني نغتنم الفرص، فرصة خلاص نصوم ماشي. طيب هل يصلح ذلك في الفرض أو في الكفارات أو في النذور؟ لا ما ينفعش. طيب السؤال بقى الشرع الثاني، هل رمضان تكفي له نية واحدة ولا لازم كل يوم نحضر له نية في الليلة اللي قبليه كل يوم على حدة؟ المسألة خلافية، بعض العلماء بيقولوا نية واحدة تكفي رمضان كله ماشي، لأن ده شهر على بعضه، وبعضه يقول لا، الأورع والأحوط والأحسن وهذا القول الراجح عندنا أن لكل يوم نية على حدة تستحضر من غروب الشمس لخروج الفجر الصادق في أي جزء من الليل. طيب إيه الدليل عندك يا جماعة؟ قالوا حديث حفصة رضي الله عنها، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية تانية عن حفصة عن أم سلمة بتقول إيه؟ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طب انت عايز توصل ليه؟ عايز اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدربنا في رمضان والشياطين مسلسله والجنه مفتحه والنيران مغلقه، ان احنا يا جماعه ما نعملش حاجه الا ما نستحضر نيه. عشان النيه بتعمل ايه؟ النيه دي بتفرق بين العاده والعباده، صح؟ وبين العبادات وبعض، بين مثلا النذر وبين النفل وبين الكفاره وبين، مش كده؟ عشان النيه دي هي اللي هتوصلنا للاخلاص، اللي هي اصل العمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث كلكم حافظينه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب شوف الحديث الجميل ده، نيه المرء خير من عمله. عارف يعني ايه؟ احيانا حضرتك تستحضر نيه العمل ثم يحال بينك وبين العمل. الاصل عندنا ايه؟ ان اجر كامل على الله، صح مش كده؟ طيب وفي واحد
حضر النية للعمل وعمل العمل، بس اللي ما عملش العمل لحائل خارج عن إرادتي أفضل منه عند الله. ليه؟ لأن اللي حضر النية وعمل ممكن نيته تكون فيها غبش، فيها دخن، عايز متع، عايز رياء، عايز سمعة، عاوز كذا عاوز كذا، وبالتالي لم يصل إلى الكمال في العمل. النية تحصل بإيه في رمضان؟ هنقوله ده درس أخواتي، ده تكلم هتاخد على دماغي، تسمع بس. نقول إن إحنا عاوزين نعظم أمر النية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الأثر يوقف ويرفع، رب عمل صغير في نظرنا عظمته النية لصلاحها، ورب عمل كبير جدا حقرته النية لفسادها. ماشي؟ يبقى إذن استحضار النية ممكن زي ما بيقول بعض السلف، النية تجارة العلماء وزاد الفقراء. ممكن بنيتك الحسنة تشركي في أعمال كثيرة، تجمعي يعني أعمال كثيرة يعني بين النوافل والمستحبات مثلا، لتجمعي أكبر قدر ممكن من الخير. فاكرين حديث إن الدنيا لأربعة نفر؟ أقول لكم بسرعة. رجل وممكن امرأة برضه، أتاه الله مالا وعلما، فيعمل في ماله بعلمه، بيعمل إيه؟ بيطلع الزكاة والصدقات، وبيأدي إيه الواجبات والحقوق، وبيبذل ما شاء الله، يعني إيه يتقي الله في ماله. ماله ده فهو في أعلى المنازل عند الله عز وجل، في أعلى منزلة. طيب اللي وراه بقى على طول نمرة اثنين، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، أو امرأة أتاه الله عز وجل علما ولم يؤتها مالا، فنوت صادقة من قلبها أن لو أن الله أعطاها مالا لعملت فيه بعمل من قبلها، فهما في الأجر سواء. لو التاني طلع مليون هتاخد أنت أجر المليون. طب أنا ما عملتش، بس عندك صدق في النية، عشان كده نقول صدق في النية. طيب شوفي بقى الأدهى والأمر الثالث، رجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما، فيعمل في ماله بشهواته وأهوائه، لا يؤدي فيه حق الله ولا زكاة ولا صدقة ولا 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 إلى آخره، فهو في أخبث المنازل. ورجل أو امرأة لم يؤته مالا ولا علما، فقير وجاهل، فقيرة وجهل الاثنين، فتمنى أو تمنت من قلبها لو أن الله أعطاها مال لمتعت نفسها كالذي قبلها. لو ربنا يفرج عليا حمدت عن نفسي وحعيش حياتي ويوم الجحيم ربك رحيم زي بقوله. قال فهما في الوزر سواء، في الإثم سواء. قالوا كيف هذه ما عملت بس مجرد أنها نوت؟ قالوا لأن الله بعلمه الأزلي الشامل المحيط يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون، لو كان كيف يكون، على وزن إيه؟ عارفين في القرآن ولو ردوا ها لعادوا. علم سبحانه وتعالى أنها صادقة في نيتها أو صادق في نيته، فحوسب على هذا، لأنه لو وفق لهذا لعمل فيه بعمل من قبله. عشان كده يا جماعة بنقول إحنا بنتدرب في رمضان على قضية الإيمان والاحتساب، وعلى قضية استحضار النوايا عشان نستصحبها. الشيخ بيسأل جزاه الله خيرا، يعني فتح علينا في الجزئية دي، طيب كيفية استحضار النية في رمضان؟ مش لازم تتلفظي بيها من أول غروب الشمس، تستحضري أنك ستصومين غدا لله عز وجل خالصا ابتغاء مرضات، إيمان واحتساب، مع أي عمل يكون هذا الاستحضار، لأن هذا بفضل الله عز وجل له فضل عظيم عند الله عز وجل. طيب النبي يطرق على معنى آخر، معنى جميل جدا جدا ما أحوجنا إليه. يقول تعالوا إلى هذه السنة المباركة. الحديث يقول إيه؟ إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. يعني إيه؟ يعني بيدعونا لقيام رمضان، يدعونا لصلاة التراويح. لما؟ وما العائد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كما قلنا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حاجة جميلة جدا جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه إلا هذين الحديثين في قيام رمضان، اللي هو إيه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا وسننت لكم قيامه. والناس كلها بتصلي التراويح، أنتم مثلا بتصلوا التراويح ليه؟ سنة مؤكدة، جزاكم الله خيرا. لكن العجيب اللي أنا عايز يعني أتمنى أن نستفيد منه أنا وأخواتي، كم رمضان قمنا وتهجدنا ثم سرعان ما انتكسنا وتركنا القيام والتهجد،
ليه؟ هو احنا بنحب النبي ولا لا؟ هو مين اللي سننا التراويح في رمضان؟ مش النبي؟ طيب اسمعي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يدع، ما سبش، ما تركش، ما بطلش، لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان، طول عمره يصلي 11 ركعة. يا الله، لا في رمضان ولا في غير رمضان. طيب الأعجب كده أقول لكم على حاجة عجيبة جدا، الأدلة اللي ورد في الترغيب في قيام الليل في غير رمضان أكثر مما ورد في قيام رمضان. رمضان قلنا فيه إيه؟ حديثين بس، صح؟ طيب خذي عندك، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، كأن الصحابة قالوا وما لنا فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيه تكفير الذنوب القديمة اللي عندك، وفي منهات عن الإثم بيمنعك عن الوقوع في الزلل والخطأ، ومطردة للداء من الجسد بيطلع الأمراض اللي في جسمك كلها. ده قيام الليل. قيام الليل يا الله. اسمعي تاني، شرف المؤمن قيامه بالليل، بالمفهوم البلد كده اللي ما بيقولش ليه ما عندوش شرف، مش عايزين نتهم حد، بس قالوا انت عاوز يبقى عندك شرف؟ قالوا ده الشرف المقصود فين؟ في الدنيا وفي الآخرة معا، أنك تنجو وتشرف بتكريم عظيم على قيامك بالليل والناس نيام. طيب بيقول ايه الأثر؟ لا يقوم الليل منافق. عايزة تنفي عن نفسك تهمة النفاق، صلي إن شاء الله ركعتين، ممكن ينفع ركعتين، اتقوا الله ما استطعتم. طيب شوف الحديث الجميل ده، من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته، أو العكس، استيقظت حضرتك وصحيتي الزوج أو الأبناء أو الأخوة أو الوالدين، ماشي، أيا كان، من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته فقام فصلي ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بكم؟ بركعتين. طيب لو أنا منهكم المطبخ والأولاد والشغل والظروف والأعباء، انوي، اصدقي في نيتك زي على وزن الكلام في النية. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوى إلى فراشه، انت دخلت نامي، انوي بصدق، من أوى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح، إلى حصل، كتب له ما نوى وكان نومه هذا صدقة من الله عليه. الله أكبر، ربنا تصدق عليك، كنت فعلا تعبانة بس اتكتب لك قيام الليلة كلها بفضل عز وجل. إذن أين نحن من القيام؟ وإيه العلة من القيام؟ ما دي بقى الحتة اللي احنا عايزين نهتم بيها. العلة من القيام إن احنا في أجواء إيمانية، شياطين مسلسلة، جنة مفتحة، نيران مغلقة، بيعرض علينا المنهج بملامحه كلها آية آية، بل كلمة كلمة، القصص والسنن وطبيعة الطريق وحقيقة الصراع والجنة والنار إلى آخره. معذرة. لذلك فرصة أن نجدد النوايا أننا هذه المرة سنقوم رمضان لنلتصق بالقيام، لنستصحب بالقيام بعد رمضان ولا نتركه أبدا ولو بالقليل. وحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، إن شاء الله تحافظ على ركعتين فيش مشكلة، وصلت للحداشر ده حاجة جميلة جدا، أقل أكثر برضو ما فيش مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب من الأشياء الجميلة جدا التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وجبة السحور، حاجة عجيبة أوي، رغبنا ترغيب عجيب، بس ليه غاية وليه حكمة شرعية. بيقول إيه؟ تسحروا فإن في السحور بركة. كان يقض أنس خادمه غلام صغير زي أطفالنا صغيرين، ما تصحيه ويقوم من النوم وينام تاني، كان يصحيه يقول له هلم يا غلام إلى الغداء المبارك، فينام تاني فيقول له هلم يا غلام إلى الغداء المبارك. وكان يذكر الصحب إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكان بيعمل حاجة تانية عجيبة قوي، يقول لهم السنة لو أنتم بتحبوا السنة أخروا السحور للآخر خالص، هيذل الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ليه يا رسول الله كل ده؟ ليه؟ قال لك إن الوقت الشريف المبارك ده كم كنت تغطين في نوم عميق فيه، وكم ضيعت حتى صلاة الفجر إلا من رحمة ربي طبعا، ماشي، فأراد لك في دورة تدريبية مكثفة، الشيطان مسلسل، الجنة مفتحة، النيران مغلقة، منادي الخير ينادي عليك
أن تستيقظي في هذا الوقت. أولا لتنالي البركة، تحتاج البركة في صحتك وفي أكلك وفي شربك وفي زوجك وأولادك وأخواتك ووالديك، محتاجين البركة، كلنا محتاجين البركة. البركة توزع في هذا الوقت. بنص الحديث إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل مولى عزل إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر، إلى آخر هذه المعاني. لا لا، ده في حاجة أجمل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديثين في منتهى الروعة. حديث الأول إيه؟ إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو بأمر الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له، وذلك في كل ليلة. طيب، بإجماع العلماء أن هي الساعة دي آخر ساعة، صح؟ طيب، ده في حديث ثاني خصصها بقى بطريقة جميلة جدا، بيقول إيه؟ يأتيه رجل فيقول سؤال عجيب، رجل فاهم، أي الدعاء أسمع يا رسول الله؟ أوقع أقرب للإجابة، أنا عايز اللحظات اللي الدعوة فيها تستجاب، عايز دلني على الساعة التي لا ترد فيها الدعوة، أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، دعوتك لا ترد في هذا الوقت. فعشان كده وجبة السحور مش عملية أكل وشرب يا أخواتي. في ناس مع ناس بتقول إيه؟ الحمد لله أنا ما بسحرش، لا إله إلا الله. طيب بأي حاجة، إن شاء الله بشوية مية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم سحور العبد المؤمن إيه؟ التمر، تمراية، نص تمراية، وتقعدي تدعي وتستعدي تجهزي للفجر. طيب، صلينا الفجر في جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يستلمنا بقى يقول خلي بالك وتعالى. في أول يوم بقى الصيام ده دورة تزكوية لأنفسكم، تهذيب، تصفية، تخلية وتحلية. يعني يا رسول الله، فرصة عظيمة جدا لترويض الجوارح، لترويض النفوس. الله، انت بتقول كلام كبير، انتبهوا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد ماذا من هذا الكلام. انا اسألك سؤال، الاشياء المحرمة والاشياء المكروهة اللي ورد بها الأدلة المفروض المسلم ما يعملهاش، صح؟ متفقين، تمام؟ طيب، والأشياء الحلال والمباحة دي تحته، خلاص حلال ومباح مفيش مشكلة فيه، بس بدون إسراف في أي أمر من الأمور. طيب، كتير مننا اشترى على الله واقترف المحرمات والمكروهات. لو قلنا مثلا غيبة ونميمة و و و عدي بقى، أنت أضرب نفسك، ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انتوا دخلتوا مدرسة رمضان تروضون على ترك الحلال والمباح، يبقى تلاجتك مليانة ما شاء الله وعمرة، مطبخك مليان ومفيش حد معاكي، الولاد في المدرسة والزوج في الشغل، ممكن تاكل وتشربي، صح؟ محدش شايفك، لكن ما بتاكليش وتشربي ليه؟ عندك شعور بالرقابة، عندك يقين ان ده هيبوظ الصيام، صح؟ مش كده ما بتاكليش وتشربي، مع ان اكل وشرب في الاصل حلال، بس منع عنك في هذه الفترة من طلوع الفجر الصادق لغروب الشمس، عشان ايه؟ تدريب لنفسك ان انت تتركي الحلال والمباح وهو قدام عينك، تقدرش تقربي عليه. قالوا ده تدريب للمسلم. اذا كان انت تجاوبت جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وسمعتوا الكلام وتركتوا طعام والشراب والجماع والحاجات المحرمة كلها في نهار رمضان، طوعية بحب وبتقرب، ايمان واحتساب. طيب ليه يا جماعه انتوا بعد رمضان بترتكبوا المحرمات والمكروهات ليه؟ طب ما دي اصلا محرم عليكم ودي مكروه لكم اصلا. قال لك ان رمضان فرصه لترويض النفوس. انا بمسك نفسي كده اهو وبالله، اذا كنت سبتي الحلال والمباح وانت فرحانه وسعيده تتقربين الى الله عز وجل، فكيف تقترفين ما حرمه عليك؟ ما يركبش، ما يجيش، ما ينفعش، ما يصحش، غلط. ده ترويض. طيب، طريقه ثانيه للترويض والتزكيه، تصفيه وتخليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انت خلاص صليت الفجر او صليت الفجر رايحه بقى، او عندك دراسه، عندك شغل، عندك مثلا امور احوال، زي ما خلي بالك الصوم جنه. يعني ايه جنه؟ وقايه من النار، وقايه من ذنوب المعاصي برضه، عشان هيقيك من النار اصلا. الصوم جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن سب واحد في رواية، وإن شتم واحد، وإن قاتل واحد، واحد قاعد يضربك، فليقل إني امرؤ صائم. أنا وأنا صايم ما أقدرش أعمل حاجة غلط، أنا حاجة مثالية، ما أردش حتى على الإسلام مثالية، مش هنزل المستوى بتاعك ده يا الله. طب إيه تاني؟ مش فعل بس، من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة في أن يدع ها طعامه وشرابه. اللي ما يتركش قول الزور زي الغيبة والنميمة والكذب وإلى آخره، طيب ده يعني فليس له حاجة، أنت تعب نفسك. رب صام ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش الأثر. شوف الحديث الجميل ده موقوف على سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه، بيقول إيه ده بقى فاهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم المراد. بيوصي واحد من التابعين بيقول له إيه، إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. يعني ايه؟ يعني وانت صايمه بتختلفي عن وانت مفطره، فرق شاسع جدا. لان انت صايمه عندك ايه؟ فرصه عظيمه جدا للتمكن من نفسك وردود افعالك، عندك حيطه وحذر، عندك خوف ووجل، عايز صيامك يقبل ما يتجرحش. لذلك قالوا هذا ترويض، وهذا يعني تعويض للانسان حتى يسمو ويرتقي. لذلك قالوا رمضان فرصة ذهبية للسمو بأخلاقياتنا وسلوكياتنا. احنا النهاردة بنشتكي من ايه؟ كلنا رجال ونساء في البيوت والطرقات والأسواق والمدارس والجامعات وفي المصانع والشركات وفي المناسبات حتى، من سوء الأخلاق، مش كده؟ أزمة أخلاقية فعلا مدمرة بكل معاني الكلمة. طيب قالوا لو احنا ما قدرناش نروض أنفسنا في رمضان ونسمو بأخلاقياتنا وسلوكياتنا، فهمت وازاي؟ مش ممكن. هي دي المدرسة القادرة على السمو والأخلاقيات والسلوكيات. طيب اليوم طويل صح، واحنا صايمين بنحس انه طويل فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لمأدوة القرآن وقال لنا خلي بالكم، ربنا بيقول في القرآن في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. طيب الأخوات اللي دارسين التوحيد بقى، البينات من الهدى والفرقان هنا الدلالة والإرشاد ولا التوفيق؟ الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. طيب هوضحها لكم. يعني إيه؟ إن ربنا كرم شهر رمضان بأن جعله محلا لنزول القرآن، أنزل من لوح محفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان، إن أنزلناه في ليلة القدر. ماشي؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة. وبعد كده نزل منجم يعني مفرق حسب الأحداث، لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم مات. وجعلت البينات والهدى والفرقان في رمضان واضحة لك. تتعرض عليك خلال صلاة الترويح، حضرتك بتختمي أكثر من مرة، بتمر على الآيات والبينات والهدى والفرقان، وانت في شهر رمضان اللي أصلا فرض عليك ليه؟ نرجع بقى تاني لتحقيق ايه؟ التقوى، مش كده؟ طيب أنا عايز هداية التوفيق، عاوز إن أنا الآيات اللي أنا بنقراها واللي أنا بنسمعها دي تقع في قلبي، أتلذذ بها، أستطعمها، أطبقها وفعلها، هتيجي منين؟ هوصلها إزاي؟ شوف الربط بقى بين القرآن وبين التقوى اللي هي اصلا الغايه من رمضان. هاتي كده المصحف من الاول خالص، عدي سوره الفاتحه الف لام ميم، ها ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه هدى للمتقين. قال لك هدى للمتقين هنا هدايه التوفيق، يعني ما فيش حد هيهتدي بالقرآن الهدايه التطبيقيه التوفيقيه للعمل للتطبيق العملي إلا من حصلوا التقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيربط بين الاثنين بطريقة غريبة جدا. عن أبي ذر بيقول إيه؟ ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم عايز إيه يا سيدنا أبو ذر؟ يقول قلت يا رسول الله أوصني، أوصيني، عايز وصية جمع وشملة. قال لي أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. سيدنا أبو ذر ما اكتفاش، قال إيه؟ قال قلت زدني، زود شوي زود شوي. قال عليك بقراءة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. الربط بين إيه؟ بين القرآن وبين إيه تاني؟ وبين التقوى. انتبه، الحديث، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يعني الرباط بين الاثنين واضح جدا. سيدنا جبريل كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يدرس القرآن كلمة كلمة، حتى آخر رمضان نزله مرتين، يعني كمل معاه القرآن مرتين، رجعوا من الجلدة للجلدة زي ما بيقولوا كده، ماشي كلمة كلمة. فإذا في رباط بين الاثنين. طيب احنا كم مرة ختمنا القرآن في رمضانات كثيرة؟ ما تعديش صح؟ طيب من رمضان الماضي لغاية الآن ختمتي كم مرة؟ الإجابة محزنة صح؟ طيب اركني دي على جنب. طيب احنا عايزين يعني
نقبل على القرآن المرة دي ونلتصق به ونحس به ونستشعر حلاوته وطلاوته. لازم نركز. أولا الدعوة لقراءة القرآن في غير رمضان أكثر منها في رمضان. عشان كده بنقوله بعد إذن الشيخنا طبعا إن إحنا كم مرة ختمنا القرآن لكن سرعان ما انتكسنا بعد رمضان وعدنا لصلاة الأولى وغلقت المصاحف. وإحنا بينا الرباط الوثيق بين القرآن وهداية الدلالة والإرشاد اللي فيه وهداية التوفيق اللي بتيجي من خلال التقوى. وإحنا رمضان مفروض عشان التقوى، إذا نحن أقرب لهداية التوفيق في رمضان من غيره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لقراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان. يعني أنا سأذكر طرفا من الأحاديث ما بين الصحيح والحسن للترغيب في القراءة ولم يذكر فيها رمضان، مع أن إحنا بينا الربط بين رمضان والقرآن. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. دي فيها سيرة رمضان؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيها ذكر رمضان. السيدة عائشة بتقول ما بين الدرجة والدرجة، يعني ما بين الآية والآية كما بين السماء والأرض. شفت الفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في منتهى الروعة والجمال، القرآن شافع مشفع، شافع لأصحابه، مقبول الشفاعة، ماحل مصدق. ماحل يعني ايه؟ يعني قوي الحجة، مجادل عن صاحبه، مصدق عند الله لأنه كلامه سبحانه وتعالى. انتبه، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار والعياذ بالله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء قارئ القرآن، أي في يوم القيامة، فيجيء القرآن فيقول يا ربي حلة أو حلة، يعني أكرمه، فيلبس تاج الكرامة. فيقول القرآن يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن يا ربي ارضى عنه، فيرضى الله عنه سبحانه وتعالى. الأحاديث لك كثيرة جدا. خذي مثلا عندك، من سار أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. عايزة تحبي ربنا وتحبي الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأي في المصحف. من قرأ من كتاب الله حرف فله به حسنة، حسنته بعشر أمثالها إلى 700، ويضاعف الله تبارك وتعالى من يشاء أجور، يعني نقدر نقول كده مشروع مليارات الحسنات من خلال قراءة القرآن. عشان كده احنا في أجواء إيمانية، الشياطين مسلسلة، جنة مفتحة، نيران مغلقة، القرآن بيعرض علينا في التراويح وإحنا بنقرأ فيه بطبيعتنا وبفطرتنا، بنقبل عليه في رمضان. إذن لابد أن يكون لدينا تركيز والتدبر كامل واستحضار لهذه المعاني حتى نسمو مع القرآن. طبعا عشان ما نضيعش الوقت وإحنا طولنا وشيخنا وصل، الموضوع يحتاج تكملة. عندي عشان الوقت، عندي جنازة عايز فإن شاء الله تعالى لو الشيخ ناصر يزلنا بأي مرة في بحث كده، آداب الإقبال على القرآن، كيف أقرأ قراءة تدبر أخرج منها بتسليم وإذعان وتفعيل وتطبيق لما قرأت. إن شاء الله تبارك وتعالى لو كان في العمر بقية سنستأذن في محاضرة في هذا الباب. وفي الختام مرة أخرى أذكر نفسي وأخواتي، كم رمضان أدركنا، صمنا وقمنا وتهجدنا وقرأنا القرآن وبذلنا واتبعنا السنة، ثم سرعان ما انتكسنا. هذه المرة نريد رمضان مميز بطعم جديد بروح جديدة بالمفهوم الذي ذكرنا، من خلال معرفة قدر رمضان وتعظيم رمضان، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم الأخذ بهذه التوجيهات النبوية التي أشرنا إليها. سنصل بعون الله وتوفيقه إلى رمضان مميز بطعم جديد وروح جديدة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.